ايش الادوات اللي اليوم عم نستخدمها واللي عم نشوف فيها كل هذه الزينه الحلوه واللي ايضا رح تستخدميها خلال اعاده تدوير لبعض الامور الموجوده عندنا بالبيت؟ تمام. هلا انا دائما كل سنه دائما بعتمد على ماده معينه وبعمل منها التزيين بشكل كامل لحتى يكون ثيم. فالسنه هاي اعتمدت على الفوم الجليتر. اول شيء حتى احنا بنحبه لانه بيلمع، الصغار كمان بيحبوه، ممكن نعمل منه اكتيفيتي للصغار. هلا هو الفوم الجليتر بنعمل منه اشكال. السنه عملت شيء كاندي كمان عشان الاطفال ينبسطوا، انا بدرس بمدرسه فبنبسطوا بهاي الالوان كمان. وشغله ثانيه، هلا بالعاده الكريسماس احنا تقليدي وكلاسيك الالوان الاحمر والاخضر الذهبي الفضي، فجبت هيك تشكيله اشياء نفس الالوان. نعم. ورح نحكي عن الالوان السنه هاي ايش عم بتكون وتزيني ايش عم بتكون. نعم. لانه بطلت بس طبات. صحيح. وعم نشوف كانديز هذه السنه كثير، في زي ما احنا شايفين قدامنا، يعني انت متعاملي هون مع اشكال من الكانديز اللي موجودين اللي عم نشوفهم ايضا عم باخذوا نجاح كثير كبير بالاسواق والكل عم بحب انه يزين بيته فيهم. فخبرينا هلا عن هذه الادوات وايش رح تعملي لنا اليوم. اوكي. اليوم رح هي اعاده تدوير. القطعه هاي اللي بيسبحوا فيها الاولاد عشان ما يغرقوا للتدريب، فهاي القطعه رح نعمل منها عصايه سانتا. نعم. برضه هي كاندي مع باقي الاشياء الموجوده. نعم. وفكرتها كثير بسيطه. يلا. يعني موادها كمان كثير بسيطه. يلا. هلا هاي قلنا، ورح يكون عندنا الفوم الجليتر، قلنا رح نستخدم جليتر اليوم، قصقصته هيك عشان الوقت نقدر نكملها. ورح يكون معنا هلا رح نستخدم شوي بس سيليكون، فجبنا قداحة خيط مصيص لحتى رح نتعجها. هي الحركة اللي بتطلع شكل العصاية. العصاية. خلينا نبلش إذا على السريع هيك نفرج المشاهدين. إذا هذه هي اللي بيستخدموها بالسباحة، نفس اللي بيستخدموها بالسباحة. هلا بدك تتعجيها؟ لا مش هلا، يعني اخر شيء اخر شيء بس نزينها اول. يلا خلينا نزين. اوكي. هلا عندنا فوم الجليتر، هلا ممكن انه نقيم الزئ الورا. نعم. اوكي. هاي طريقه سهله كمان لحتى ما تستخدمي فرد سيليكون. اها تمام. بهذه الطريقه نبلش نلفها. طبعا الصغار بيقدروا يعملوها بالبيت، بيقدروا يعني الاهالي يشتركوا فيه. ايضا الاهالي طبعا اطفالهم قد ايه حلو يعملوا نشاطات بالبيت خفيفه وحلوه. بالضبط. حتى بينبسطوا انه هذا شغلهم، يعني بيشوفوه كثير اهميه اكثر ما انه يشتروا من برا. صح. وبنكمل طبعا على كل محل ما انتهينا كامل. تساعديني. يلا بساعدك حبيبتي. ها ماشي. ايوه. هلا انا جبت كمان دبابيس لحتى انه لو فلت معنا شيء عشان هاي نقدر نحط هاي الماده شوي بتطلع هيك. ممكن استخدام الدبابيس اذا في اي مكان حاسين بس هيك يعني حتى ما ببين. تمام. اوكي. رح نكمل هون، رح نكمل من نكمل كله بحيث انه يصير ملفوف على كل هذه القطعه. اظن هون بدك تعمليه هيك شوي. أيوة. بلف معنا، يعني متى ما حطينا الهاد بلف عادي. بلف. بس انت ما قمتي. مو مشكله. تمام. وهيك اوكي. كان الفكره انه نقدر نقيمه ونقدر انه بالدبابيس طبعا. ليش؟ لانه ضروري انه يكون الفوم هذا الجليتر. نعم. يكون له لزقه. اذا ما كان له ما بتقدر تلزقيه بسيليكون، هذا بيذوب طبعا. طبعا الفكرة. لانه برضه هذه الماده خفيفه كثير ما بتستحمل السيليكون. طبعا. وهون ايضا بدنا نكمل اللف، نحط دبوس ثاني ونكمل اللف بهذه الطريقة. طبعا احنا بالنهاية المنتج رح يكون قريب على هذا الشيء، صح؟ هلا هاي الفكرة انه ممكن تحطيها تزيين عند الشجرة، عصايتين هيك قبل بعض، جنب بعض سوري، او ممكن انه تكون تعليقة للباب. شوفي قد ايه بتكون حلوة لانها كبيرة، يعني طبعا تعبي مختلفة وبتضوي. ضوء. هلا كمان رح تستخدم الضوء فيها؟ رح نستخدم الضوء، لانه هلا حتى لما بتروحي بازارات بتلاقي لما تدوري على شيء بتنبسطي انه بيضوي. نعم. اكيد. لا حلو كثير طبعا. فالاشياء الضوء يعني هو بيعطي منظر حلو طبعا. هلا هيك تقريبا خلصنا اللف. نعم. هلا كمان بالفوم الجليتر انا عامله هذا الشكل. تمام. اذا برضه مستخدمه نفس الماده اللي هي الفوم جليتر وعامله شكل قاصه عباره عن ثلاث عروق. سوري عفوا، عباره عن ثلاث عروق، وهدول الثلاث عروق قصصتيهم بالجليتر الاخضر. وهلا عم تحرق السيليكون. هلا سيليكون ما جبت فرد السيليكون لانه هي بس شوي يعني. أوكي. عشان نلزق الهاي.
أوكي. البطاريات بنلزقها طبعا وين؟ على الفوم. بتلزقيها على الفوم الجليتر. اه ليش هون بتمسك هون؟ اه هي خلص اوكي. هلا ممكن بس الف هيك سريع سريع. يلا اه هيك اها. لا مش كثير انا فالحه بالاشياء اليدويه اظن واضح. اللي بتمنى اقدر اعمل هذه التفاصيل. جميل جدا بس هينا عم نتعلم منك. طبعا حلو كثير انه كمان بالبزرات عم نشوف عشان يلا بالبزرات عم نشوف كمان العديد من هذه الاشكال. ويعني جميل جدا. يعني انا شايفه هون عندنا كمان انت مستخدمه هون ربما قطع موجوده عندنا في البيت مع شويه زينه لكريسماس حطيتيها بحيث انه هي ممكن تكون قطعه تنحط على الطاوله تستخدم في اي مكان ربما بمنتصف طاوله العشاء يوم كريسماس دينر او الغداء اللي بيجمع العيله. هون كمان مجموعه من القبعات اللي جميلين ايضا جدا شايفين منظرهم اللي برضه ممكن يكونوا سنتر بيس لبعض المناسبات. هلا هاي ممكن تكون كمان للاطفال طاقيه بنحط فيها مغاط بصير طاقيه بلبسها بتصوروا فيها يعني انه اكثر من شكل. وهون كمان عم نشوف بشكل كتير بسيط بعض الأشكال للكانديز اللي زي ما قلنا اليوم موضة. أنا بقولكم من شو عملتهم هنادا. يعني هاي صرت تعرفي. صرت أعرف هدول كياس مش كياس شو اسمه صحون بيضة وملونتيهم بالألوان حط عليهم نايلون وعملتهم بهذه الطريقة الحلوة. فشوفوا قد ايه بسيطة يعني هي بسيطة كتير الفكرة ولكن قد ايه جميلة. شو صار معانا؟ يلا هلا بس بدي تساعديني إنه تمسكيها. يلا ها أي ساعة عشان الحمد لله طلعت مفيدة بالآخر الحمد لله. هلا هذا بدي أشده شوي هيك عشان يعطي منظر المصاي. أها أيوه أوكي. يعني فكرته سهلة يعني حتى الأطفال يعني بنبسطوا إذا عملوها. طبعا طبعا أكيد الأطفال بنبسطوا والأهل يعني أحلى إشي بالأعياد وبهذه المناسبات إنه الأهل يحسوا بهذه الفرحة مع أولادهم. دائماً بنقول الأعياد للأطفال ولكن أيضاً يعني الأب والأم بحبوا حلو يقضوا وقت حلو مع أولادهم. أولادهم طبعاً, طبعاً هو الفن أصلاً يعني لازم الأطفال يتعلموا الفن لأنه هذا الإشي بنمي قدراتهم الذهنية الفكرية بصير عندهم ابتكار طبعاً. ففي شغلات بالبيت نحكي لها مكبات. إحنا بطلنا إنه يعني مكبات بدل ما نكبها فإحنا بنستخدمها بإعادة تدوير بتصير ترجع لنا قطعة جديدة يعني حتى نعم. بتتبسطي فيها إنه تكون أحلى من قبل طبعاً. هلا عم تحطي سيليكون على هلا سيليكون على وردة. هلا ممكن نحط أي شيء بدنا إياه ممكن طبات بس أنا حطيت الوردة الموجودة عندي أي شيء عنا بالبيت. الفكرة إنه أي شيء ما نشتري يعني أصلاً موجود نعم فمنزينها نعم. طيب وهلا رح تبتي هذه الوردة تمام على الورق اللي أنت قمتي من قبل تلزيقه ايضا طبعا. هلا ممكن كمان يثبت بدبوس ولا لا؟ لا دبوس هاي لا شوي طالعه لبرا يعني شوي طالعه اوكي. هلا انا بس هون راح احط شوي سيليكون عشان هي اخر شيء خلاص. وهلا ممكن اذا بتضوي اضوي يلا ها بصير مسلمين عيدنا خلاص اها. هلا هيك صارت عندنا عصاية سانتا. هلا هيك صارت عنا عصاية سانتا. إذا بدنا نعلقها على بالبرا على البيت بده يكون لها تعليقة طبعاً من هون هيك أو إذا بدنا نحطها عند الشجرة بكونوا هيك جنب بعض. امسكيها عشان أنت أفرجي بس فرجيها بدك تحطيهم جنب بعض. حطيهم جنب بعض يلا أعطيني إياها أفرجي كيف بتكون كيف بكون المنظر. هي هون هي هيك يعني ممكن على الأرض وممكن تعليقة. يلا رح توقع هذه شوي زبطيها. يعني هي خلص اوكي. يعني هي الفكرة انه هم بكونوا جنب بعض فبيعملوا هذا الشكل المميز والجميل بالطريقة. يعني هنادا شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل وشكرا لهذا الوقت الحلو اللي خليناه هيك نقضيه ونشوف ابداعات جميلة وبسيطة ومن اعادة شكرا لك وعلى الاستضافة الحلوة حبيبتي. شكرا جزيلا هنادا وكل عام وانت بخير. انت بخير يا رب.